السلام عليكم ورحمة الله. ألا إن أناس في ثرانا يشع الماس ليس كأي ماس. تعيش شعوبنا فقرا ولكن تنام على اللآلئ بالمآسي. عجيب حال أمتنا. أحبائنا المشاهدين، نبرق إليكم بتحيتنا ونفتح سلسلة من الموضوعات الهامة، أولها ثراؤنا بالمعادن وفقر شعوبنا. فتحيتنا إليكم ممتدة حيثما كنتم، وتحيتنا إلى فلسطين التي أحرق فيها مسجدان في 24 ساعة. تحيتنا إلى الجاليات العربية التي تتابعنا حيثما كانت، وتحيتنا موصولة لكم. ونبدأ بعد الفاصل. العالم العربي والإسلامي، ثورة الشباب وثورة المصادر، عالم غني فقير، ومصادر المعادن تحت الأرض إما مخبوءة أو منهوبة، مصادر الثروات في جغرافيا العالم الإسلامي والثروة المستقبلية. بعد قليل. هناك شخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي تركت بصمتها في الحياة وظلت أفكارها حية حتى يومنا هذا. جلال الدين الرومي شخصية من الشخصيات التاريخية في رحلة بذكرى وفاته السنوية. بعد قليل في الألوان السبعة. تنام شعوبنا العربية والإسلامية على حقول من النفط وحقول من المعادن وحقول من الفحم والغاز الطبيعي والثروات المعدنية، وتمتلك الأمة العربية والإسلامية ثروة بشرية ومعدنية وثروات في الطاقة لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك تعيش العديد من الشعوب حالة فقر مدقع، حالة يرثى لها. لذلك كان لابد لنا أن نفتح ملف الثروات التي نملكها وماذا يملك الغرب، كيف يمكن لنا أن نستثمر مواردنا. ويسعدنا أن يكون معنا عميد كلية هندسة المعادن في جامعة إسطنبول التقنية البروفيسور دكتور أورهان كورال. حضرة البروفيسور، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. Merhaba Nizar, ben de mutluyum. Sağ olun. Aynı zamanda ben bölüm başkanıyım şu anda. Aynen reisul kısmi at-tadzin ve menajim fi kulliyetil maden. Nam, hazal mevzu muhim jiddan. Mevzu al-masadir, al-masadir. بالتأكيد. أستاذنا الكريم، اسمح لي بداية أن أصطحب المشاهدين الأكارم في جولة حول نظرية المعادن التي نملكها، نظرية الثروات من خلال تقريرنا الافتتاحي، ثم نعود لحوار ضيفنا الكريم بعد ذلك. تفضلوا بالبقاء معنا. تعتبر الثروات التي تملأ ظاهر الأرض وباطنها من أهم عوامل تحديد السياسات العالمية، وتعتبر سببا في إثارة الحروب وتحقيق النفوذ السياسي والاقتصادي. العالم العربي والدول الإسلامية تعتبر من أخصب الأراضي على وجه البسيطة، والأرض فيها مليئة بالمعادن والثروات والنفط والمياه، ولذلك تعتبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خزان العالم من الثروات حقيقة لا مجازة. المعادن على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف الحاجة البشرية إليها وتنوع مصادر الطاقة والوقود الأحفوري والنفط والغاز والفحم، كلها من السمات الفارقة في الأرض وتحت الأرض العربية، وهو ما يعني ضرورة وجود الثراء الفعلي في الدول العربية والإسلامية بشكل لافت على مستوى العالم. الثورة الكبرى هي الثورة البشرية، والغريب أن العالم العربي والإسلامي يحوز على النسبة العظمى فيها، وبرغم الغنى الفاحش في مصادر الثروة والغنى الهائل بالثروة البشرية، إلا أننا نرى فقرا مدقعا بمختلف الدول العربية والإسلامية على حساب غنى فاحش لدى الدول الغربية التي لا يوجد فيها أي مصادر للثروة مقارنة بما لدينا في الشرق. هذه الرسائل المكتومة من الأرض لنا، أن افتحوا عيونكم وشمروا عن سواعدكم لتعرفوا ذاتكم وما لديكم وكيف تحققون الثراء لأنفسكم ولشعوبكم التي باتت تعاني المجاعة أو تكاد. صرخة من باطن الأرض لنا، هل تعرفون من أنتم؟ هل تعرفون ماذا تمتلكون؟ هل تعرفون من يتحكم بثرواتكم؟
نعم، ولازلنا في ضيافة البروفيسور دكتور أورهان كورال، عميد كلية هندسة المعادن في جامعة إسطنبول التقنية ورئيس قسم المناجم والتعدين في الجامعة، وأيضا رحالة طاف أكثر من 200 بلد وكتبت عنه الصحافة فيها. أستاذنا الكريم، نبدأ معك. ماذا لدينا على صعيد المعادن تحديدا؟ ماذا نملك نحن في العالم العربي والإسلامي؟ شكرا جزيلا سيد نزار، أنا سعيد بالمشاركة هنا. طبعا باستثناء جنوب السودان فإنني ذهبت إلى كافة الدول العربية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحتى في الفترة الأيام الماضية كنت في منطقة الصحراء الغربية، زرت كافة دول العالم العربي وخاصة المناطق الثرية بالغاز الطبيعي والنفط. طبعا العالم العربي ثري جدا بهذه المصادر، وأريد أن أؤكد أن المصادر الثروات الطبيعية هي ملك الشعوب وليست ملك أحد، ولذلك فعلى شعوب المنطقة استخدام تلك الثروات بشكل صحيح، وهذا يتطلب تعليما وثقافة ووعيا. والكلام ليس للعرب فقط وكذلك للأتراك. قديما كانت مصادر تركيا تذهب إلى أمريكا، الآن بدأ الأتراك يستخدمون ثرواتهم بشكل صحيح. قبل فترة ذهبت إلى تشاد ووجدت أنهم يأخذون اليورانيوم إلى فرنسا مباشرة. هذا أمر محزن جدا. بعض الدول العربية الثرية تستخدم ريع ثرواتها الطبيعية في الإسراف، إسراف تلك الثروات. قبل قليل رأينا صورة الشاعر التركي محمد عكف أرسوي الذي رفض أن يأخذ جائزة كبيرة جدا، ولم يكن يملك رداء ليقيه برد الشتاء عندما كان يذهب إلى البرلمان التركي في ذلك الوقت. بعض الناس يستفيدون من هذه الثروات بشكل كبير ويذهبون إلى جميل جدا. وأشكرك على الصراحة، أنا أشكرك حقيقة على الصراحة لأننا نحتاج الصراحة. وسأسألك سؤالا عن سوء الإدارة والترهل الإداري وفقداننا لذاتنا ولهويتنا الاستراتيجية في قضية المعادن، لكن أود قبلها أن نجري مقارنة سريعة لو تكرمت علينا حضرة البروفيسور. ماذا نملك نحن من المصادر والثروات، وماذا تملك الدول الغربية مثلا؟ نحن أغنياء بالمعادن، أغنياء بالنفط، أغنياء بالوقود الأحفوري، أغنياء بالغاز، بالنفط، بالفحم، بكل شيء، وهم لا يملكون شيئا، ومع ذلك هم يعيشون في رفاهية، وشعوبنا على الأغلب الأعم تعيش في فقر. لماذا؟ ماذا نملك وماذا يملكون، ولماذا وصلنا إلى ذلك؟ نعم، كما تعرفون فإن مصادر الثروات الباطنية تحاول القوى الغربية في أوروبا وأمريكا أن يستغلوها. فالأوروبيون مثلا كانوا قد استعمروا المنطقة في أفريقيا وآسيا، وذهبوا إلى ذلك ليس ليطوروا البلد وليبنوا البنية التحتية، إنما ذهبوا ليستغلوا ثرواتها، كما ذهب الإسبان والبرتغاليون إلى أمريكا اللاتينية ليستغلوا ثروات تلك البلاد. كان المستعمرون يأخذون ثروات الشعوب في المنطقة بقوة السلاح. أوروبا ليس انتهت فيها الثروات الطبيعية، لذلك توجهوا إلى أفريقيا وآسيا. كذلك روسيا فعلت ذلك في وسط آسيا. نعم، في بولونيا مثلا عندنا بعض مناجم الفحم، ولكن بقية دول أوروبا استنفذت كافة ثرواتها الطبيعية. نعم، هذه استراتيجية يعني توخوها في ذلك الوقت، والآن تغيرت الأمور، علينا أن ننتبه إلى الوضع. نعم، عندنا ثروات اليورانيوم والفحم الحجري، ربما
بينما روسيا والصين الأمر مختلف. روسيا عندها مصادر كبيرة جدا لأن رقعتها الأرضية واسعة كبيرة، ولكن اليابان ليس لديها أي مواد خام، كذلك أوروبا يستوردون كل شيء، وعندهم تكنولوجيا قوية، ثروة بشرية قوية، من أهم المشاكل التي لدينا هو أن بعض الناس يستغلون ثروات بلادهم لمصلحتهم الشخصية ويقومون بشراكات مع الشركات العالمية لصالحهم الشخصي ويحرمون شعوبهم من ذلك، وهذا ما يضيع على الشعوب كثيرا من الثروات والمنافع على صعيد التنمية، على صعيد البنى التحتية، على صعيد النهضة بالإنسان قبل النهضة بالأوطان كما يقال. حضرة البروفيسور، هنا لي تساؤل بسيط، يعني الأنظمة الحاكمة هي التي تتحمل المسؤولية بصفتها واضعة السياسات، لكن عندنا ترهل إداري على مستوى التعامل مع المصادر الحيوية الموجودة لدينا، المصادر الطبيعية الموجودة لدينا، ترهل إداري، سوء تخطيط، لا يوجد لدينا خطة استراتيجية متكاملة. أنت في السودان عليك أن تصدر كذا بترول من البترول الذي يسمى بترول وادي النيل من أفخم النوعيات، عليك أن تصدر كذا بترول كذا برميل يوميا، في السعودية كذا، لا يوجد لدينا خطة عربية إسلامية واحدة في مستوى. من الذي يتحكم ببترولنا؟ أوبك. من الذي يتحكم باستخراج نفطنا؟ الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الصين. هذه من الأمور، يعني كما قال الشاعر العربي، اسمح لي هنا أن أقول، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يعني نحن أمة نملك كل شيء ويأتي غيرنا يستخرج ما عندنا ويأخذ ما عندنا ونبيعه إياه بثمن بخس، وبعد ذلك نعيش في فقر ويعيش في رفاهية. حالة غريبة جدا حضرة البروفيسور، تعليقك إذا تكرمت. نعم، أنتم ذكرتم واقعا مرا، وقد رأيت ذلك بأم عيني عندما تجولت في العالم العربي. الشعوب العربية وبقية الشعوب الإسلامية ليس بينها أي مشكل، ولكن المشكلة تسبب فيها رجال السياسة، وإذا وجدت حرب في أي مشكلة في أي منطقة فإن وراء تلك الحرب تجار السلاح ورجال السياسة، ومن يتضرر من تلك الحروب هي الشعب والدولة وكل الناس. كنت في أفغانستان ورأيت ذلك بنفسي، عندهم في منغوليا أيضا عندهم مصادر طبيعية، لا أتحدث عن أفريقيا فقط إنما آسيا. ولذلك فالحل لهذه المشكلة هو أن تتصرف الشعوب في مصادر بلدانها الباطنية. مثلا في الجامعة عندي طلبة من العراق ومن الصومال ومختلف دول العالم الإسلامي، دائما أدعو الطلبة من كافة أنحاء العالم الإسلامي ليأتوا ويدرسوا تقنيات التعامل مع الثروات الباطنية. أريدهم أن يدرسون حتى يرجعوا إلى بلادهم، لأنهم إذا ذهبوا ودرسوا في أمريكا فإنهم لا يرجعون ولن يفيدوا بلادهم. طبعا الميكانيزم الاستعمارية الغربية ما زالت متواصلة، كانوا يستعمرون أراضينا، الآن يستعملون عقولنا وأدمغتنا. ذهبت إلى نيجيريا مثلا، هناك تعطلت سيارتنا فجلسنا فوجدنا أكرمك الله كلبا جائعا، فأخذت أكلا من حقيبتي وقدمته للكلب، فجاء أحد الناس وأخذ ذلك الأكل من فم الكلب وأكله من شدة الجوع. لماذا؟ نيجيريا هي من أغنى وأثرى دول أفريقيا ولكن شعبه يأكل من المزابل. عندهم مشكلة التعليم أيضا ومشاكل اجتماعية واقتصادية. طبعا إذا حلوا مشكلة التعليم فإن كثير من المشاكل تحل، لأن كل شيء يرتبط بالوعي، لكن للأسف بعض المتعلمين مهما تعلم فإن لم يكن وطنيا فإنه سيستغل ثروات بلده لصالح نفسه. أشكرك جدا، أنا أشكرك جدا على الصراحة أستاذنا الكريم، وأنا سعيد جدا بهذا الطرح الموضوعي. أستاذنا الكريم، ليس لدينا نحن
وفق رؤية الخاصة على أقل تقدير، وكثير من المتابعين الذين كانوا معنا على الفيسبوك أيضا والزملاء الذين يتابعوننا أيضا كانت لديهم نفس الفكرة. ليس لدينا مشروعات طاقة ذاتية، كيف نتعامل مع بيئتنا؟ ليس لدينا مشروع استراتيجي للتعامل مع البيئة في العالم العربي والإسلامي، ليس لدينا مشروع للتعامل مع مصادرنا الطبيعية. يعني إذا سألتك أستاذنا الكريم وأنت مختص في هذا الجانب وتجولت في البلاد العربية والإسلامية، ما هي أبرز مشروعات الطاقة لدينا؟ ما هي أبرز مشروعات البيئة والحفاظ على البيئة وموارد البيئة لدينا؟ هل يمكن لنا أن نتحدث عن وجود شيء أم أننا موجودون في فقر وسنبقى في فقر لعدم وجود مثل هذه المشروعات؟ Evet tabii özellikle çevre konusu tabii meseletul biha meseletul muhimme jiddan ve kad ishtagaltu alayha sanawat tawila انظروا إن العالم كان يعيش فيه قبل الإنسان النباتات والحيوانات، ولكن جاء الإنسان وتكاثر البشر على سطح الأرض وتغيرت موازين الطبيعة. في السعودية مثلا يمنعون الصيد، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بالرفق بالحيوان. كانت في يوم من الأيام قطة تنام على جبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقوم فلم يرد أن يزعجها فترك الجبة وقام. أيضا كان يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان، يمنع الصيد في الحرم في بعض الأشهر والمواسم. لذلك فإنه علينا أن نعود إلى قيامنا الدينية، علينا أن نعود إلى قيامنا الاجتماعية والأخلاقية حتى نتعامل مع النظام البيئي في بلادنا. إن أوروبا قد قضت على التوازن البيئي لديها، ما زال التوازن قائما عندنا نوعا ما، ولكن علينا أن نحافظ على الموازنة. طبعا في السودان مثلا نجد المجتمع تحول إلى مجتمع استهلاكي في بعض المناطق، ولكن في بعض المناطق لا يستهلكون منتجات الحضارة والتكنولوجيا، كل شيء موجود على الطبيعة. التوازن الطبيعي ما زال موجودا في كثير من مناطق السودان وفي كثير من الدول الأفريقية وآسيا أيضا. طبعا الغرب بفعل ثقافة الاستهلاك يأكلون الهمبرجر، يستهلكون يكون ويصابون بالبدانة طبعا الاستهلاك ليس معرفة. انظر ملابسي مثلا، بعض ملابسي ورثها من والدي، أنا لا أحب الاستهلاك. الاستهلاك ليس معرفة. أستاذ ونموذج حقيقة، أستاذ ونموذج، ونشكرك جدا على هذا الانفتاح وعلى هذه الصراحة حضرة البروفيسور. حقيقة مثل العقليات التي نتحدث عنها أستاذنا الكريم بخبرتك وبعطائك الأكاديمي وبعطائك من خلال التجارب البشرية التي تجولت فيها، نحن بحاجة إلى قراءة وإلى رؤية. أنا أشكرك على الدعوة، ومن هنا من برنامج الألوان السبعة أوجهها إلى العالم العربي وإلى الطلبة الذين أنهوا مرحلة الثانوية ممن يرغبون بالدراسة الحقيقية التي تخدم أوطانهم. مثل هذا الموضوع لابد أن يكون على أجندة البحث، وحضرة البروفيسور هنا أوجهها دعوة ونحن نثني عليها. لابد من دراسة التفاصيل الدقيقة في مجال استخراج النفط والمعادن والتعامل معها ووضع الخطط الاستراتيجية في التسويق وأيضا بناء الأسواق الاستراتيجية لها. حضرة البروفيسور دكتور، نشكرك جدا على وجودك معنا حقيقة في برنامج الألوان السبعة، ونتمنى أن تكون ضيفا دائما علينا. وأحبائنا المشاهدين، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، هكذا قال الشاعر. علينا أن ننظر ما بين فترة وأخرى إلى أنفسنا، أين كنا وأين نحن اليوم وإلى أين سنمضي. هكذا تستثمر الأرض، وما في باطن الأرض وما على الأرض ليس من المعادن فقط، وإنما الاستثمار للإنسان هو الذي يقودنا إلى الاستثمار في المعادن والأوطان. أحبائنا المشاهدين، وصلنا إلى رحلتنا في دنيا الكاريكاتور. من السلطان مراد الثالث إلى الحاكم العام في تونس، تونس التي شهدت اليوم ثورتها.
لا بد من تأمين الملتجئين إلى حدود الإمبراطورية، لا يساءلون، لا تفرض عليهم الضرائب، يعاملون أفضل معاملة. كذلك كانت فكرة التعامل مع الآخر بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه. صفحات مطوية تفيكم بالمزيد. مرسوم سلطاني بشأن الملتجئين إلى الإمبراطورية العثمانية، مرسوم إلى الحاكم العام والقاضي في تونس. لقد قمت بتوطين وتسكين المدجنين والطالبين اللجوء من إسبانيا إلى بلدي، وخصصت لهم مناطق: أضنة والعزير وطرسوس وكارس. لا تسمحوا لأحد بأن يتدخل في أمورهم، ولا أن يتحرش أحد بهم، ولا تطلبوا منهم أي ضريبة للسنوات الخمس القادمة. وعند وصول المرسوم هذا أبلغوا هؤلاء القادمين ليقابلوا حكامهم، ولا تجبروا من يمتنع منهم على الذهاب، ولا تعيدوهم إلى ما كانوا عليه لعدم الإساءة لهم. السلطان مراد الثالث. الأستاذ طاهر دويات، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، كان لنا معه لقاء في برنامج الألوان السبعة على هامش مشاركته في القمة الاقتصادية التي عقدت مؤخرا في إسطنبول. استطلعنا رأيه عن واقع الاقتصاد الموجود والرؤية العربية الداعمة له والرؤية الإسلامية التي يجب أن تكون داعمة لمثل هذا الاقتصاد كنموذج. نحملكم إلى تقرير زميلنا دكتور سعيد الحاج. على هامش مشاركته في مؤتمر التعاون الصناعي العربي التركي الأول، التقينا مع السيد طاهر دويات، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، الذي عبر بداية عن سروره بالمشاركة في فعاليات المؤتمر. والله إحنا سعيدين جدا لهي الخطوة لتطوير العلاقة التركية العربية. إحنا اقتصاد عربي كوطن عربي بحاجة لتطوير هذا الاقتصاد وبحاجة لتطوير الصناعة العربية. وحدثنا دويات عن اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية واقعا وأرقاما. إحنا كاتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية عندنا ما يقارب 128 شركة ومصنع ما بين قطاع غزة والضفة الغربية. رأس المال العامل في الاتحاد ما يقارب 700 مليون دولار. عدد العاملين في الاتحاد في هذه المصانع حوالي 7000 موظف عامل وعاملة. في ظل الاحتلال يعاني الاتحاد مشاكل عديدة يشرحها لنا رئيس مجلس إدارته بإيجاز. طبعا إحنا ما زلنا بنعاني مترسبات الاحتلال الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن ينظر إليك بأي تطوير في الصناعة. القطاع الخاص الفلسطيني بحاجة لتطوير بيانات وآليات الصناعة، خاصة إذا فتحت له مجالات التواصل مع العالم الآخر. ويشير السيد طاهر إلى حاجة قطاع الصناعات الفلسطينية إلى دعم الدول العربية والأصدقاء في المنطقة وعلى رأسهم تركيا التي قدمت دعما مهما وما تزال. الصناعات الفلسطينية بحاجة إلى دعم كبير من الدول العربية والدولة التركية بالذات، وإحنا كقطاع خاص فلسطيني نشكر الحكومة التركية على موقفها الإيجابية في القطاع الخاص الفلسطيني، خاصة أنهم الآن بدأوا باستثمار منطقة صناعية في منطقة جنين بدعم ما يقارب 10 مليون دولار. قطاع واعد يحاول النهوض على قدميه رغم ظروف الاحتلال المحجمة له، كما كل قطاعات عمل الشعب الفلسطيني. فالعلاقة بين صاحب الأرض والمحتل لم تكن يوما إلا علاقة منافسة ومناهضة ومحاولة إفناء، فالأرض لا تتسع للإثنين معا. لبرنامج الألوان السبعة، سعيد الحاج، إسطنبول. هناك
هناك شخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي تركت بصمتها في الحياة وظلت أفكارها حية حتى يومنا هذا. جلال الدين الرومي شخصية من الشخصيات التاريخية في رحلة بذكرى وفاته السنوية، بعد قليل في الألوان السبعة. وإلى سياحة في دنيا الثقافة والفن والتاريخ معا. التقى فنانون أتراك ويونانيون واعتبروا أنفسهم شعبان لأمة واحدة. التقوا جميعا وأسسوا متحفا للفن، وليس معرضا فقط، متحف من الصور الجمالية تعرضه لنا الزميلة رشيدة الفطماوي. تقوم مجموعة من الفنانين الأتراك واليونانيين بمدينة إسطنبول بتنظيم معرض فريد من نوعه يتطرق إلى تقديم الفن اليوناني ونظيره التركي في قالب من البساطة والتفنن. فقد يحتوى المعرض على مجموعة من الأعمال اليدوية التي تعتمد في معظمها على الفنين التشكيلي والتجريدي. وقد لاحظنا لجوء الفنانين المشاركين في أعمالهم إلى الورق المقوى وإلى قطع الحديد مختلفة الأحجام والأشكال وكذا الألوان المعبرة، هذا إضافة إلى المكان الذي أقيم فيه المعرض، وهو يعتبر من الآثار التاريخية التي تم اكتشافها حديثا، وهو عبارة عن أحد الصهاريج التي أنشئت في الحقبة البيزنطية أي في القرن 16 للميلاد. وقد كان لنا لقاء مع المشرف عن وفد الفنانين اليونانيين وأدلى برأيه قائلا: هذا المعرض من حيث المبدأ يتعلق بالدعم الخاص بالطبيعة، لكوننا نؤمن بأن الطبيعة في خطر كبير ولذلك لم نقم بالكثير. نحن ندمر الطبيعة ومع ذلك يمكن أن نقوم ببعض الأمور الفنية، يمكننا أن نقوم بإعادة التصنيع ويمكننا أن نعكس صدى الطبيعة. وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل للنقاش لإتاحة لنا هذا المكان المناسب لنقوم بهذا النشاط الإبداعي. أما عن الجانب التركي فقد نوه المدير المشرف عن مكان المعرض بهذه المبادرة التي ستعود على كلا الطرفين بالفائدة، واصفا الشعبين التركي واليوناني بأنهما أمتان من ثقافة واحدة. هذا المعرض يضم فنانين أتراكا ويونانيين، ونحن سعداء جدا لأننا اجتمعنا مجددا كيونانيين وأتراك، لأننا تشاركنا ثقافة مشتركة ونحن من بلدان شقيقان، ولذا نحن سعداء جدا بالاجتماع في هذا المكان من العهد البيزنطي. قد تكون المعارض في بعض الأحيان أكثر تأثيرا من المفاوضات، وقد ينتج عنها تقارب سياسي واجتماعي بين بلدين احتد بينهما النزاع، وهذا ما بدا واضحا في هذا المعرض الذي كان بمثابة جسر صداقة ومودة بين شعبين عاشا لقرون عديدة تحت راية واحدة. وفي فضاء لقاءاتنا مع ضيوفنا الأكارم الذين وفدوا إلى تركيا وإلى برنامج الألوان السبعة، التقينا مع رئيسة اتحاد سيدات الأعمال كوميسا. كانت لها رؤيتها في واقع العلاقات التركية العربية وكيف يمكن للعلاقات الاقتصادية أن تنهض بعلاقات سياسية وشعبية ومؤسساتية قوية برؤية استراتيجية. نتابعها سويا في تقرير زميلنا رامي عبد العال. على هامش أعمال المؤتمر الثاني لإدارة الأعمال بإسطنبول، التقينا مع الدكتورة أماني عصفور رئيس اتحاد سيدات الأعمال كوميسا، التي حدثتنا عن المؤتمر قائلة: المؤتمر الثاني العالمي لريادة الأعمال بيعقد هنا في إسطنبول، وكان المؤتمر الأول عقد في واشنطن العام الماضي. أهم هدف له كيفية تسويق مباشرة الأعمال الحرة ونشر هذه الثقافة في مستوى على مستوى بلدان العالم وبخاصة الدول الإسلامية وتوطيد العلاقة بين الدول الإسلامية. وسألنا الدكتورة أماني عن أهداف المؤتمر وحجم المشاركة فيه وأهمية دعم الشباب والمرأة في الدول العربية.
حقيقي يعني كثير من رجال وسيدات الأعمال على مستوى العالم الإسلامي ومن العالم أجمع، وبيضع خطوة نحو طريق توطيد علاقات بين سيدات ورجال أعمال والمؤسسات المالية الموجودة في العالم، كما أنه يضع طريق زي خطة عمل أو طريق لتنمية قدرات كافة قطاعات المجتمع وتشمل المرأة وتشمل الشباب. الاستثمار في العقل البشري والإبداعات والابتكارات كانت من أهم النقاط التي شرحتها لنا الدكتورة عصفور في العقل البشري، لأنه معظم المؤتمر بيبحث عن الاستثمار في الثروة البشرية وربط الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا بريادة الأعمال والتصنيع، حيث أنه هناك الآن في العالم كله كارثة اقتصادية وعدم توظيف وبطالة، فالتسويق في فكر مباشرات العمل الحرة وإيجاد فرص للشباب والمرأة هو الطريق الوحيد. أما عن دور تركيا كدولة تتصدر مكانة مرموقة بين اقتصاديات العالم، أثنت رئيسة الكوميسا على أهمية تركيا كدولة محورية في المنطقة وكونها نموذجا اقتصاديا يستحق الدراسة من حيث القضاء على البطالة ولتحقيق التنمية الاقتصادية. احنا بنجد هنا تركيا اعطت هذا المثل، يعني لانه تركيا الان من اعظم الاقتصادات في العالم، تعتبر اعطت فرصة كبيرة جدا لبناء قدرات الانسان، وهي من هذا الطريق، وتسويق فكر مباشرات الاعمال الحرة وربط البحث العلمي والتكنولوجيا بالتصنيع والتمويل، وهذا ما نبحث إليه، كيف أن التجربة التركية أعطت مثلا للحكومات. توطيد العلاقات بين المؤسسات ودعم المشروعات البسيطة والمتوسطة وبناء قدرات الشباب والاستفادة من الطاقات البشرية الموجودة كانت إحدى الرؤى المطروحة، فهل تتحقق هذه الآمال بالعمل الجماعي التراكمي يا ترى؟ لبرنامج الألوان السبعة، رامي عبد العال، اسطنبول. وحوارنا الثاني حول شبعروس، فكرة وكلمة وفلسفة لما بعد الحياة، قراءة رسخ ثمارها وجناها العالم جلال الدين الرومي المعروف هنا باسم مولانا، قراءته لالتقائه بمن يحب ما بعد فراق روحه لجسده، سماها ليلة العرس، ليلة شبه فيها التقاء روحه بمن يحب كالتقاء العروسين ببعضهما في ليلة عرسهما، قراءة فيما بعد الحياة وفلسفة جديدة في قراءتنا لذواتنا في الآن ذاته. قراءتنا هذه يسعدنا أن يكون ضيفا علينا بها الأستاذ الدكتور جيهان أوكويوجو، وهو أستاذ الأدب العثماني الكلاسيكي في جامعة يلدز التقنية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا. لنبدأ إذن أحبائنا المشاهدين بتقريرنا الافتتاحي، وحياة جلال الدين الرومي وفلسفته في الموت. شبعرس هو تعبير يستخدم للمراسيم التي تقام لذكرى يوم وفاة العالم جلال الدين الرومي المشهور باسم مولانا، ويطلق عليه أيضا اسم ليلة العرس لليلة المراسيم التي تقام فيها الجمع وتلاوة القرآن بعد العصر، وكلمة شب بالفارسية تعني الليلة، ولذلك شب عرس وليلة العرس يدلان على المعنى نفسه. مولانا جلال الدين اعتبر يوم الوفاة الوصال للحق وليلة العرس، كما هو معروف أن مولانا توفي في 17 من كانون الأول ديسمبر لعام 1273 للميلاد، عام 672 للهجرة. لقد تقبل مولانا الوفاة كيوم الوصال مع الحبيب. يبدأ شب عرس بالتضحيات ويستمر حتى الموت، ويكتمل مع الانتقال إلى العالم الآخر. يقول مولانا: لا تبحث عن قبرنا في الأرض بعد وفاتنا، بل هو في أفئدة الناس العارفين، ولو ظهر هنا كموت فهناك ولادة، وينادي ربه قائلا: الموت شيء حلو مثل السكر،
الموت أحلى من الحياة الحلوة لو كنت أنت قابض الروح، وهكذا أكسب بعدا آخرا للموت. في الواقع هناك موتان، الأول الموت المعنوي بقتل النفس، الأنانية أي الفناء في الله بموجب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، موتوا قبل أن تموتوا، ويمكن أن نسمي هذا الموت بالوصلة الأولى. والثاني هو الموت المادي، وهو ما يسمى بشبع عرس، هي اللحظة التي تتحرر الروح فيها من قفص الجسد وترجع إلى أصلها، وتصل القطرة إلى البحر والروح إلى المحيط، وتسمى هذه اللحظة بليلة الوصال. يقول مولانا: الكل تحدث عن الفراق، وأما أنا فأتحدث عن الوصال. يمكن شرح مفهوم الموت والوصال له تحت نور آية كريمة من القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نعم أحبائي المشاهدين، ولازلنا في هذه القراءة، ومعنا الأستاذ الدكتور جيهان أوكويوجو. أستاذنا الكريم، جد ترحيبنا بحضرتك. منذ عام 1273 ميلادية توفي العالم جلال الدين الرومي، ولكن أفكاره لا زالت ماثلة حتى هذا اليوم في مناطق كثيرة جدا في الأناضول وغيرها. لماذا برأيك؟ نعم، إن مولانا جلال الدين الرومي كما أفصحتم في تقريركم بشكل واضح، كونه يبحث في هذا اليوم وكأنه ابن اليوم، لا شك أنه له دلالات كبيرة، ولا شك أن له حكما عظيمة. عندما زرت قبره في مدينة قونيا سألت مدير المتحف هناك، قالت بمعدل كم شخص يزور هذا القبر يوميا؟ قال أنه يزوره بشكل عام حوالي 3000 شخص على الأقل، وقال أن 2000 منهم من الأجانب. ماذا يجد هؤلاء الناس عند مولانا جلال الدين الرومي؟ ما السبب؟ بعد أن قمت وأقمت الكثير من الدارسين لتراث مولانا جلال الدين الرومي، إننا في عصر نتحدث فيه عن الأمراض الكثيرة. هذه الأمراض ليست أمراضا بدنية، إنها أمراض روحية. الإنسان عندما يذهب إلى الصيدلية يطلب الدواء الذي يرفع من معنوياته وصحته، إلا أننا نتحدث عن صيدلية مختلفة. هذه الصيدلية الأخرى اسمها مولانا جلال الدين الرومي، الذي يقدم للإنسان القيم الأخلاقية، يمنح الإنسان السعادة، يمنح الإنسان الطمأنينية، فلذلك يرغب الناس بقراءة مؤلفاته وكتبه. حضرة البروفيسور، هنا لابد من قراءة تفصيلية في بعض مصطلحاته، في فلسفته لبعض القضايا التي تتصل بالموت. كان يسمي الموت ليلة الوصال مع الحبيب، وكان يسميه شبع عرس أو ليلة العرس. ما هو منطلقه؟ ما هي قراءته للموت برأيك؟ إن الموت في كل ثقافة شيء يخيف الإنسان في الطبيعة البشرية، إلا أن التفكير الإسلامي وخاصة في المفهوم الصوني، الموت له أمر آخر، إنه الوجه المشرق للإنسان. لماذا هذا الأمر هكذا؟ أنت تقيم في إسطنبول وتعرف هذه الأمور، تعرف أن المقابر على سبيل المثال موجودة في مراكز المدينة، كرج أحمد، أيوب سلطان. في الغرب تكون المقابر خارج المدينة. الموت والحياة أمران متداخلان في الحضارة الإسلامية، وهذا الأمر له تعلقات في حياتنا في التفكير الإسلامي. وعندما نتحدث عن جلال الدين الرومي على سبيل المثال، فإننا نتحدث عن الوجه المشرق للموت، وإن الإنسان إنسان روحي بالنسبة لمولانا جلال الدين الرومي. هذا البدن هو نتيجة التراب،
إلا أن الروح هو أمر من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، وأصبح هذا الأمر عبارة عن ضيافة. هذه الغربة، البدن في غربة والروح في غربة في هذه الحياة، والموت هو موت البدن الذي سيعود إلى التراب مرة أخرى، وهذا أما الروح فهو الأزلي الأبدي، فالذي سيبقى ويصعد إلى عالم الأرواح مرة أخرى. إننا جئنا من الله، وعودتنا وملجأنا إلى الله سبحانه وتعالى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. يعني الموت باب وكل الناس داخله، يا ويح قلبي بعد الباب ما الدار. هذه أسئلة لابد لنا أن نسألها لأنفسنا، لأن من يغيب عنه الموت يفسد في الحياة. هكذا فلسفة صناعة الروح والبدن والجسد. أستاذنا الكريم، إذا تحدثنا عن زراعته للقيم، عندما توفي قال في فترة ما قبل وفاته تحديدا، قال لأتباعه: لا تبحثوا عن قبورنا في الأرض، ولكن ابحثوا عنها في قلوب العارفين. كان يحاول أن يربط الناس بفكره ليس بشخصه. كان يقول لهم: افهموا الفكرة، لا تقدسوا شخصا، كونوا على دراية بهذه التعاليم التي إن وافقتم عليه فهي تحيي البدن وتحيي النفس وتحيي الروح. ما هي قراءتك لذلك؟ ربما رقصة سماء أو يعني الحركات الصوفية المعروفة، نحن نسميها رقصة التنورة في العالم العربي، ولكنها هذه الحركات التي تعبر عن دوران الإنسان حول ذاته وتجرده من الحياة، لها معاني تتصل بذلك، أليس كذلك حضرة البروفيسور؟ هذا سؤال عميق ويحتوي على الكثير من الأمور. ليبدأ من القسم الأخير للسؤال، هذا الرقص الذي نسميه يوجد له معاني واختلافات في تفسيرها، إلا أن رمزيتها أمر واضح للغاية. عندما نتحدث عن الراقصين الذين نسميهم سمازا، يوجد عليهم لباس أسود، إنه تعكس هذه الجبة التي يلبسها، يخلع عنها قبل أن يبدأ في الرقصة هذه، هذا وبعد ذلك يبقى عليه لباس الذي يسمى بالتنورة والذي يعبر عن الكفل. هذا معناه موت قبل أن تموت، قبل أن يموت بدني، إن مدني مات وجسدي مات. إنه تعبير ربما مجازي عن الموت، وهذه الطاقية التي تكون على الرأس وتكون طويلة، إنها تعبر عن حجر القبر التي تكون طويلة بطبيعة الحال. إن مولانا جلال الدين الرومي يبدأ بموسيقى الناي، هذه الموسيقى فيه الأمور التي ربما فيه بعض الشوائب، وهذه الشوائب تحرق بالنار عادة التي تكون في الناي لتخرج صوتا جميلا. فهذه الأمور عندما تكون صوفيا تكون بطبيعة الحال صوفيا. وما معنى أن تكون صوفيا؟ معناه أن تكون الوسيلة من خلقي إلى الحق. هنا يعني كانت لديه أيضا في تفسيره كصوفي عالم لمعنى يعني عودة الإنسان إلى حياته وذاته، تجرده من الأنانية، فنائه في ذات الدعوة التي يؤمن بها، قدرته على صناعة الحدث. هنا كان يتحدث عن عودة القطرة إلى المحيط، وعن عودة الحبيب إلى من يحب، والروح إلى موطنها. كان يزرع القيم بأسلوبه التعبيري، أليس كذلك أستاذنا الكريم؟ إفادة يدير طور
إن مولانا جلال الدين الرومي ووالده بهاء الدين ولد سلطان سلطان العلماء وكان سلطان العلماء وكان البلخي وكان شهيئ البلخ التي طبعا في أفغانستان الآن. عندما هاجر إلى بغداد سأله أهل بغداد من أين وإلى أين، من أين أتيت وإلى أين ستذهب. لم يقل من بلخ إلى الحجاز، من الله إلى الله. جميل تعبيرات. هذا الطريق الطويل إنه طريق من الله إلى الله سبحانه، وكل ما عدا ذلك إنه تفاصيل. ونحن أرواحنا من الله وسنعود إلى الله. فلذلك يوجد تسمية لوفاة جلال الدين الرومي التي تسمى بشبع عروس. هذا له علاقة بفلسفة الموت لدى الإسلام أولا في الفكر الإسلامي، وكذلك فلسفة جلال الدين الرومي. نحن اليوم نتحدث عن الرجوع ربما إلى الوطن الأصلي، إلى الحبيب الأول. فلذلك الموت بالنسبة لجلال الدين الرومي هو الوجه المشرق. جميل. حضرة البروفيسور، يعني معروف كما هو ثابت في القرآن الكريم كل نفس ذائقة الموت، بمعنى الموت سيطال كل ابن أنثى، كل إنسان في نهايته مطاف حياته سيموت. ولكن كان هناك قصد لدى جلال الدين الرومي بتشبيه هذه العبارات الجميلة، الوصال مع الحبيب، شبع عروس، ليلة العرس، الموت كالسكر، له بعض المصطلحات هنا ليحبب الناس في العمل الصالح. كان يقول لهم إذا كنت ذا عمل صالح فلا تخاف من الموت. هذه ثقافة برأيك؟ إن مولانا جلال الدين الرومي إجابة على تساؤلك، أود أن إن مولانا جلال الدين الرومي لا يوجد له وجه، إنه مرآة. إن المرآة تظهر للإنسان وجهه، القبيح يكون فيه قبيحة والجميل فيه جميلة. طبعا القبح والجمال أمر نسبي، إنه كالعمل الصالح. إذا كان وفاتك التي هي بين قوسين المرآة بعمل صالح فأنت ستجد الجمال، وإذا كنت قبيحا بمعنى أنك تقيم الأعمال الطالحة فلن تكون من أصحاب الوجوه الجميلة. إن كان حمزة بن عبد المطلب كان يلبس الدرع دائما. سيدنا حمزة بعد الإسلام لم يعد يلبس الدرع. كنت قويا وكنت شابا وكنت تلبس الدرع دائما بشكل احتياطي. ألم تسمع قول الله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ طبعا حمزة ابن عبد المطلب رد قائلا إن الموت بالنسبة لي أمر كان يسمى عدما، أما الآن بالنسبة لي هو الطريقة التي أصل إليها إلى الله. إن الموت ليس أمر بخطير حتى أحمي نفسي منه. حضرة البروفيسور هنا لتساؤل، إذا كانت هذه فلسفته في الموت فما فلسفته في الحياة؟ إن طريقة نظرته إلى الحياة ليست تلك النظرة التشاؤمية. المؤمن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ليس بهذا المنطق. إن الصوفية يقولون أن الجنة تأتي إليهم في هذه الدنيا. إن نظرته إلى الحياة ونظرته وتمتعه بالأعمال الصالحة هي التي تجعل الصوفي بشكل عام يعيش الجنة قبل أن يصل إليها. وهكذا انظروا إلى الأزهار، أحد الصوفية قال إن الحدائق الجميلة
ليست تلك الحدائق الغناء التي نشاهدها في الأماكن العامة، وإنما الأزهار وتلك الحدائق الغناء هي التي في قلوبنا. عندما نصفي قلوبنا، عندما نصفي قلوبنا وكما ورد في الحديث القدسي، إنه يتجلى في قلب العبد المؤمن، والقلب المؤمن وعاء لله سبحانه وتعالى. فلذلك قلب المؤمن مرآة، فكأنه يعيش في الجنة، والحياة بالنسبة إليه دائما يكون مليئا بالطاقة والحيوية والسعادة. الناس المتشائمون عندما يقرؤون كلام جلال الدين الرومي، لأنهم لا شك أنهم يجدون السعادة والنشوة. أحد الألمان العلماء الذين كان لديهم باع في التعاطي مع كتب جلال الدين الرومي، يتحدث في إحدى ذكرياته عن الموت في الحرب العالمية الثانية، وإذا كنتم تسألونني كيف بقيت في الحياة برغم الحروب وبرغم الدمار الكبير في ألمانيا، إلا أنني قرأت كتب جلال الدين الرومي، فلذلك بقيت في الحياة وتشبثت بهذه الحياة. إذن نظرة مولانا للحياة بشكل عام وبدون إطالة للحديث هي نظرة تفاؤلية. ولذلك قمت بتأليف كتاب عرضناه قبل قليل على مشاهدينا، مولانا جلال الدين الرومي الأستاذ الدكتور جيهان أوكويوجو. لماذا قمت بتأليف هذا الكتاب بداية، ولماذا قمت بترجمته تحديدا أستاذنا الكريم؟ رحلة في المحبة أم تعبير لرحلة أعجبتك بصياغة الشخصية والفلسفة والفكر معا؟ إن مولانا جلال الدين الرومي إنسان معروف في الغرب، والأشعار التي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية من أشعاره لا شك أنه من أكثر الكتب المبيعات في العالم الأوروبي الغربي، إلا أنه مع الأسف الشديد هناك تقصير في العالم الغربي، وليست هناك مع الأسف معرفة كبيرة بجلال الدين الرومي في العالم العربي. وهذا الكتاب عموما في العالم العربي، ويوجد له شروح كثيرة لكتاب جلال الدين الرومي. كتاب إسماعيل الأنقراوي ترجم إلى اللغة العربية، إلا أن هذا الأمر لم يعرض مع الأسف أمام الرأي العام العربي حتى هذه اللحظة. في الأماكن الذي يكون فيها الرقص يسمى سماهانة، في شام وفي حلب وفي بيروت كانت هناك زوايا وتكايا المولوية بشكل واضح. عندما أغلقت الزوايا في إسطنبول وفي تركيا، فإننا نتحدث أن الثقافة المولوية كانت هناك في موجودة في البلدان العربية. نحن كنا نتمنى حقيقة أن هذه الرؤية وهذه النظرة يعاد صياغتها من جديد من اللغة التركية إلى اللغة العربية. أنا أتمنى حقيقة، أتمنى أن يصل هذا المؤلف إلى العالم العربي ليمثل قناعة جيدة لدى القارئ والمتابع العربي عموما. حضرة البروفيسور، في دقيقتين إذا تكرمت علينا، ما هي أبرز ملامح شخصيته التي جعلت منه حيا في قلوب كثير من الناس لغاية اليوم برأيك؟ إن الناس عندما يشتاقون إلى جمال معين يجدون هذا الجمال في رأي جلال الدين الرومي، لأن هذا الأمر لا شك أنه يشكل
قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء. عندما نشاهد هذا التجسد من خلال النبي عليه الصلاة والسلام في شخص مولانا جلال الدين الرومي، وكذلك هناك مولانا هناك اليونسكو كذلك خصصت عاما كاملا من أجل مولانا جلال الدين الرومي، أن الناس بحاجة إلى هذه القيم، إلى هذه الأفكار. هناك يوجد لدينا مشكلات كثيرة، كيف بإمكانهم أن يعيشوا بسلام وحب ووئام؟ طبعا مولانا جلال الدين الرومي بإمكاننا أن بخذ دقيقة واحدة تلخيص هذا الأمر، إن أربعة أشخاص صادقوا بعضهم البعض، عرب تركي وعجمي، وبعد أن مشوا طول الطريق وكانت لديهم عبارة عن، قال التركي أن أفضل طعام هو العنب، وقال قال العجمي أترك العنب لنأخذ أكلة أخرى، أما الرومي فقد خالف الجميع. ناقشوا بعضهم البعض في هذا الصدد، كان هناك شكل خامس وفهم المسألة، هو أخذ المبالغ، اشترى العنب، وبعد ذلك كان الرجال الأربعة يفرحون وضحكة وجوههم، الأزم والعنب وأنجور باللغة الفارسية، وهذه الأمور كلها واحدة. المهم نحن نتحدث عن اختلفت الألفاظ وتوحدت الرؤى، ونحن بحاجة حقيقة إلى مثل هذه القيم الإيجابية حقيقة. البروفيسور دكتور جهاد أويكوجو، يعني نشكرك جدا على وجودك معنا وعلى هذه الذكريات التي تناولناها سويا، سواء في فلسفة الحياة أو الموت لدى جلال الدين الرومي كعالم وكإنسان له مدرسته الخاصة. نشكرك جدا مرة أخرى، وأعزائي المشاهدين اسمحوا لنا أن نحملكم الآن إلى فضاء الكاريكاتور. لنا بلقائكم وعد، وإنا لنرجو الله أن نفي الوعود. وصلنا إلى نهاية جولتنا مع حضراتكم، على أمل اللقاء بكم مجددا. نستودعكم الله ولكم منا كل المنى.